قال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي دانيال هاغاري ان التنسيق بين اسرائيل والولايات المتحده وصل الى مستوى غير مسبوق فيما لم يمنح اهميه لتعليق الاداره الامريكيه لشحنه اسلحه في اعقاب عمليه عسكريه اسرائيليه في مدينه رفح بجنوب قطاع غزه ياتي ذلك بعد ان علقت الولايات المتحده ارسال شحنه قنابل الى اسرائيل بعدما فشلت في معالجه مخاوف واشنطن ازاء خطط الجيش الاسرائيلي لاجتياح رفح جنوب قطاع غزه في محاوله لغسل ماء الوجه او ربما التنصل من المشاركه في جريمه جديده من جرائم الاحتلال اعلن مسؤولون امريكيون ان بلادهم علقت الاسبوع الماضي ارسال شحنه قنابل الى اسرائيل اعتراضا على تحركاتها الواضحه لاجتياح مدينه رفح الفلسطينيه جنوب قطاع غزه ورغم عدم اعلانها بشكل رسمي، تعد تلك الخطوه هي الاولى منذ ان ابدت اداره بايدن دعمها الكامل لاسرائيل منذ بدايه العدوان على غزه في اكتوبر الماضي، وبحسب المسؤول الامريكي فان وزاره الخارجيه الامريكيه تجري مراجعه لعمليات نقل اسلحه اخرى، بما في ذلك استخدام مجموعات القنابل الدقيقه، اعتراضا على التصعيد الخطير الذي قامت به قوات الاحتلال باقتحامها مدينه رفح، والتي تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي. تأكيداً على موقفها، شددت الولايات المتحدة على أنها لا تدعم أي عملية عسكرية إسرائيلية واسعة النطاق في مدينة رفح بجنوب القطاع المدمر موقف واشنطن رغم تاكيده رفض تحركات حليفتها الاخيره الى انها اكدت على لسان البنتاغون قبل يومين انه لا يوجد قرار سياسي بحجب الاسلحه عن اسرائيل حتى الان رغم تاخيرها لاكثر من اسبوعين ياتي ذلك بينما اكدت السكرتيره الصحفيه للبيت الابيض كارين جامبير مجددا بان التزام واشنطن بامن اسرائيل صارم مهما حدث الى ذلك تبقى مساله ارسال القنابل لاسرائيل في طي التسريبات غير المؤكده رسميا لتبقى التساؤلات معلقه ما بين كونها رساله سياسيه ترفع بها واشنطن يدها عن اسرائيل التي طالما دعمتها ام هي مجرد سق براءه لذمتها امام المجتمع الدولي وللداخل الامريكي المناهض لقرارات قادته والمناصر للفلسطينيين